السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن مرحبا بكم في تمرين جديد من سلسلة تمارين الاشتقاق والتطبيقات. إذن في التمرين غادي نقراو معطيات التمرين لتكون اف الدالة العددية المعرفة بما يلي: اف ل اكس تساوي اكس أس 3 ناقص 3 اكس. السؤال الأول: ادرس الدالة اف وحدد جدول تغيراتها. إذن غنبداو بالسؤال الأول اللي غادي نديرو فيه دراسة الدالة اف ونحددو جدول التغيرات. إذن أول حاجة غادي نحددو بالنسبة للدالة F الدراسة ديالها هي مجموعة التعريف. إذا بما أن F دالة حدودية فمجموعة التعريف ديالها اللي غنسميها الدالة F هي R، يعني يمكن لي ندير R ويمكن لي نعبر عليها كذلك. إذا الدالة F كتساوي لنا R كتساوي لنا يمكن لي نعبر عليها مجالات هي ناقص لنهاية زائد لنهاية. السؤال الثاني غادي نحسبو النهايات عند محددات ديد اف، يعني النهاية في مول لانفيني والنهاية في بلوس لانفيني. إذا الليميت ديال اف ديال اكس اكس يؤول إلى ناقص لانهاية، إذا هو الليميت ديال اكس أس 3 ناقص 3 اكس. إذا بما أن الدالة هي عبارة عن دالة حدودية فالطريقة اللي كنحسبو بها النهاية، نهاية الدالة الحدودية هي نهاية حدها الأكبر درجة. إذا الحد الأكبر درجة هو إكس أس 3، إذا ليميت ديال إكس أس 3. هاد الطريقة كنستعملوها فقط ملي كتكون النهاية في موان لانفيني ولا في بلوس لانفيني، إذا موان لانفيني. نفس العملية بالنسبة لإكس طون فيغ بلوس لانفيني، إذا ليميت اكس أس 3 ناقص 3 اكس. اذا بما ان هذا اللي حدودية فكناخدو الليميت ديال الحد الاكبر درجة، اذا بلوس لانفين. دابا غادي نحسبو المشتقة اف بريم. اذا بما ان اف دالة حدودية فهي قابلة للاشتقاق على ار، اذا اف دالة حدودية إذن قابلة للاشتقاق على R. إذن نحسبو F بريم، إذن هي المشتقة ديال X أس 3 ناقص 3 X. إذا المشتقة ديال إكس أس 3 هي 3 إكس أس 2 ناقص المشتقة ديال 3 إكس كتعطينا 3. إذا ممكن نكتبوها على الشكل هذا، نعملو 3، إذا إكس كاري ناقص 1. كذلك ممكن نعمل إكس كاري ناقص 1 متطابقة هما، إذا إكس ناقص 1 عامل إكس زائد 1. إشارة إف بريم، إذا إشارة إف بريم عندنا ثلاثة عدد موجب، إذا كتبقى إشارة بريم هي إشارة هذا التعبير هذا. إذا إشارة إف بريم دو إكس هي إشارة إكس ناقص واحد عامل إكس زائد واحد. دابا غادي نحدو جدول التغيرات. إذا في جدول التغيرات عندنا إكس عندنا ناقص لا نهاية، دونك قبل ما نحدو جدول التغيرات خصنا نحددو فين كتنعدم هاد الحدودية. إذا إلا درنا إكس ناقص واحد عامل إكس زائد واحد تساوي صفر، إذا تكافئ ماذا؟ إكس ناقص واحد تساوي صفر أو إكس زائد واحد تساوي صفر. إذا إكس تساوي واحد أو إكس تساوي ناقص واحد. إذا دابا غنحددو جدول التغيرات. إذا عندنا إف بريم، عندنا ناقص لنهاية وعندنا زائد لنهاية. حنا قلنا بأن إشارة إف بريم هي إشارة إكس ناقص واحد عامل إكس زائد واحد، وإكس ناقص واحد عامل إكس زائد واحد كتنعدم في ناقص واحد وفي واحد. إذا إشارة إف بريم
غيكون هنا بلوس هنا بلوس وهنا موان. علاش؟ لان احنا قلنا اشارة اف بريم هي اشارة ماذا؟ اشارة اكس ناقص واحد عامل اكس زائد واحد، وهذه حدودية من الدرجة الثانية تقبل حلين، اذا خارج الجذرين اشارة ا، وما بين الجذرين عكس اشارة ا. اذا عندنا اف دو اكس، اذا الدالة تزايدية تناقصية تزايدية. حسبنا النهاية في مول لانفيني، لقيناها مول لانفيني، هنا بلوس لانفيني. فهاد هنا خصني نحسب اف ناقص واحد، اذا اف ديال ناقص واحد تساوي ماذا؟ كنعوضو، اذا هي ناقص واحد اس ثلاثة ناقص ثلاثة في ناقص واحد. ناقص واحد اس ثلاثة هي ناقص واحد، لان ثلاثة عدد فردي، اذا ناقص ثلاثة في ناقص واحد هي زائد ثلاثة، اي العدد اثنان. خصني نحسب اف ديال واحد، اذا هي واحد اس ثلاثة ناقص ثلاثة في واحد، اذا واحد ناقص ثلاثة هي ناقص جوج، اذا هنا جوج هنا ناقص جوج. نمر الان الى السؤال الثاني، بين ان الدالة جي قصور الدالة اف على المجال اي واحد بلس انفيني تقبل دالة عكسية معرفة على مجال جي يجب تحديده. اذا قصور دالة على مجال، شنو كنعنيو بجي قصور دالة اف على المجال واحد بلس انفيني؟ كتعني بان جي دو اكس راها كتساوي لنا اف دو اكس، و اكس كتنتمي لمجال واحد بلس انفيني، كتعني كناخدو الدالة على هذا المجال، هذا على مجال واحد بلس انفيني. اذا باش تكون دالة تقبل دالة عكسية خاصها تكون كتوفر فيها جوج ديال الشروط، خاصها تكون جي متصلة ورتيبة قطعا على واحد بلس انفيني، اذا متصلة ورتيبة قطعا، يعني اما تزايدية او تناقصية. اذا حسب جدول تغيرات الدالة جي، فإن جدول تغيرات الدالة جي هو الجزء هذا، فإن جي تزايدية قطعا ومتصلة على متصلة، لأن هذا اللي حدودية واحد بلس لانفين، ومنه جي تقبل دالة عكسية معرفة على المجال، معرفة على المجال جي. شو كيساوي لنا هذا المجال جي؟ بحيث جي كيساوي لنا اف ديال اي، اذا جي كيساوي لنا اف ديال اي، اي كيساوي لنا اف ديال واحد بلس انفيني. وصورة هذا المجال راه هو هذا المجال، يعني واحد بلس انفيني الصورة ديالو هو هذا المجال، هذا هو ناقص جوج ناقص جوج بلس انفيني. أو لكن كلي بما أن الدالة اف تزايدية فصورة المجال واحد بلس انفيني هو المجال اف دو واحد ليميت ديال اف دو اكس بلس انفيني، أي المجال ناقص جوج بلس انفيني. الآن غادي نمرو للسؤال الأخير اللي هو حساب جي موانز ان بريم ديال الصفر. إذا هذا السؤال كيتحط عادة في الامتحان الوطني وكيشكل بعض الصعوبة بالنسبة للتلاميذ، إذا غنحاول نتابعو باش يمكننا نفهمو مزيان الطريقة اللي كنجاوبو بها على هذا السؤال هذا. إذا أول حاجة غادي نديرو هي صيغة التحويل باش نفهمو مزيان الطريقة. إذا صيغة التحويل ديال الدالة العكسية، عندنا جي ديال إكس كتساوي إيكغيك، إكس هنا كتنتمي لمجموعة التعريف ديال جي اللي هي واحد بلس انفيني. تكافئ ماذا؟ جي موان زان ديال إيكغيك تساوي إكس، إيكغيك هنا كتنتمي لمجموعة التعريف ديال جي موان زان اللي هي ناقص جوج بلس انفيني. إذا حسب الخاصية
غادي نستعملوا الخاصيه ديال مشتقات الداله العكسيه. اذا مشتقات الداله العكسيه جي موان زان بريم ديال اكس شنو كتساوي؟ هي واحد، هذه خصكم تكونوا ضربتينها، واحد على جي بريم ديال جي موان زان ديال اكس. جي موان زان بريم ديال اكس كتساوي لنا واحد على جي بريم جي موان زان ديال اكس. اذا حنا عندنا جي موان زان ديال اش؟ بريم ديال صفر. اذا نعوضو اكس بصفر، اذا واحد على جي بريم جي موان زان ديال صفر. هاد جي موان زان ديال صفر هادي اللي في الوسط هي اللي خصني نقلب عليها، دونك ما عندناش. اذا كيفاش غادي ندير نقلب عليها؟ اذا غادي نستعمل هاد الصيغه هادي، جي موان زان دي كاليك كتساوي لنا اكس. اذا جي موان زان ديال صفر كتساوي لنا اكس، يعني نضع جي موان زان ديال صفر كتساوي لنا اكس، وغادي نقلبو على اكس. اكس بطبيعة الحال كتنتمي لواحد بلس لانفيني. اذا يعني ماذا؟ يعني ان جي ديال اكس كتساوي لنا صفر، حيت حنا قلنا جي دي اكس كتساوي لنا ايكغيك، جي موان زان دي ايكغيك كتساوي لنا صفر. اذا كنمشيو في هاد المنحة هذا، اذا يعني القى معادلة، غادي نحل المعادلة، يعني ان اكس اس تلاتة ناقص تلاتة اكس كتساوي لنا صفر، اي نعملو باكس، اي ان اكس عامل اكس كاري ناقص تلاتة كتساوي لنا صفر. اذا اكس كتساوي لنا صفر، او اكس اس اكس اس اتنان ناقص تلاتة كتساوي لنا صفر. اذا هذه معادلة من الدرجة الثانية، يعني ان اكس مربع كتساوي لنا تلاتة، اي ان اكس كتساوي لنا جذر تلاتة، او اكس كتساوي لنا ناقص جذر تلاتة. او اذا المعادلة كتقبل تلاتة ديال الحلول، اذا اكس كتساوي لنا صفر، او اكس كتساوي لنا جذر تلاتة، او اكس كتساوي لنا ناقص جذر تلاتة. ولكن خصني تحقق لنا الشرط ديال ان اكس كتنتمي لواحد بلس انفيني. اذا عدد واحد اللي كيتحقق فيه هذا الشرط هذا هو هذا، حيت الصفر ما كينتميش لواحد بلس انفيني، وناقص جذر تلاتة ما كينتميش لواحد بلس لانفيني. اذا ناخذ فقط اكس كتساوي لنا جذر تلاتة، لان صفر لا تنتمي الى واحد بلس انفيني، وكذلك جذر تلاتة او ناقص جذر تلاتة لا تنتمي الى واحد بلس انفيني. اذا شنو لقينا؟ اذا لقينا داك جي موان زان ديال صفر. اذا جي موان زان بريم ديال صفر شنو كتساوي؟ هي واحد على جي بريم، وهنا غادي نعوضو داك جي موان زان ديال صفر بالقيمة ديالها اللي هي جذر تلاتة. إذا واحد على جي بريم ديال جذر تلاتة، وبطبيعة الحال جي بريم ديال جذر تلاتة كيمكن لي نلقاها باستعمال الدالة العكسية. إذا لدينا جي ديال إكس حسب السؤال السابق هي تلاتة إكس كاري ناقص تلاتة. إذا غادي نعوض إكس بجذر تلاتة، إذا جي بريم ديال جذر تلاتة تساوي تلاتة مضروبة في جذر تلاتة أس اتنان ناقص تلاتة. إذا تلاتة بجذر تلاتة أس اتنان هي تلاتة في تلاتة هي تسعود ناقص تلاتة، أي تساوي العدد ستة. ومنه جي موان زان بريم ديال صفر تساوي واحد على ستة. إذا هكذا كنكونو سالينا التمرين. نتمنى تكون الأمور كلها واضحة. تحياتي للجميع.